إنشاء ميناء في ليت، والليت هذا الحمد لله وخصص الموقع الآن. كم يبعد عن جدة؟ الميناء يبعد في حدود 250 كيلو من جنوب جدة، وهذا الآن إحنا بدأنا في يعني إعداد الدراسات وهذا. هذا الميناء إن شاء الله يعني حيكون مكمل من جدة الإسلامي، وقد تنقل لي بعض الخدمات اللي موجودة أو البضائع اللي تناول في جدة قد تنقل للميناء يعني هذا. صار هذا وصل جدة الحين. لكن طبعا هو أنا أعتقد أن الميناء في جدة هو إضافة لجدة وليس يعني إزعاج لجدة. أنا أعتقد الميناء رمز لجدة. طيب هل نقدر نعتبر يعني اتهام اللي دائما يتهم بتكدس البضائع في الميناء الآن هي مسؤولية من؟ الموانئ ولا شركات المناولة ولا مين؟ طبعا ظهرت قبل فترة. شوف هو أول شيء إحنا إذا قدرنا نشرح أو نفسر أو إيش معنى تكدس. هذه كلمة للأسف الشديد شائعة وتطلق على كل شيء. يعني أي شيء اسمه تكدس، مع أنه التكدس أنا قلت تأخير التكدس. لا بس عشان أنا بوضحها أنه كثير ما تستخدم يعني. التكدس هو أنك أنت تصل لأكثر من طاقتك الاستيعابية وتصبح غير قادر بتقديم الخدمة، وبالتالي يعني تراكم السفن أولا. ومر جدا الإسلامي قبل 30 سنة في تكدس سفن، وكان فعلا تنتظر السفن إلى عدة شهور. فإذا أخذنا بمفهوم هذا التكدس إحنا الحمد لله لا يوجد عندنا يعني أي مشكلة. قد يكون حصل قبل حوالي سنتين أو ثلاثة ضغط شديد علينا وأدى إلى التأخير، وقدرنا الحمد لله أنه إحنا نضع الحلول السريعة ونتجاوز المرحلة دي واللي كنا إحنا نفسنا ما إحنا راضين عنها. والحمد لله الآن من جد الإسلامي توسع بطاقته الاستيعابية بشكل كبير جدا، أنشأنا محطة حاويات تكلفتها أكثر من 2 مليار، وسعنا المحطات الحالية. الآن إحنا نعمل ب 50% تقريبا إلى 60% من طاقتنا، وعندنا يعني للمستقبل طاقة فائضة نستطيع أن نستقبل فيها. أما تأخير البضاعة نفسه فتدخل في مجموعة كبيرة من العناصر، بدءا قد يكون المقاول أو المستثمر حقي سبب في عدم تقريب البضاعة، ودي إحنا حريصين عليها في إنه إحنا يعني نلزم مقاولينا بالاستمرار. قد يكون طول إجراءات بالنسبة لإيش؟ إنه قد تستلزم فحص محتويات هذه البضائع وقت أطول ولدى المختبرات لطبيعة البضاعة دي. وإحنا دائما نقول للتجار ساعدونا في إخراج البضاعة بالتعهدات. يعني أنت يسمح لك كتاجر بإخراج بضاعتك قبل حتى ظهور النتائج في الفحص في المختبرات ويعلق التصرف بها، أو حتى وصول مستندات أحيانا، أو حتى وصول مستندات ويعلق الفسح، يعلق فسحة أو يعلق استخدامها لحين صدور الفسح. أو ولكن للأسف الشديد ما زال هذا الموضوع يعني ما هو لاقي ترحيب كبير بالتجار. ما زال التاجر يعني تقدر تقول سار انه مشكله هناك من التجار اكثر ما تكون مشكله في لا 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 الكل الكل. احيانا في اوقات الذروه خاصه بيصير في ضغط شديد، وللاسف الشديد برضو عندنا مشكله انه في كثير من الناس يحاول يجيب بضاعته في اللحظه الاخيره. وده احنا نقول يا جماعه الميناء شغال طول السنه، برضو يساعدونا في انه هو يعني يجيب بضاعته بفترة قبل عشان ما يكون في دروة كبيرة جدا تضع الميناء في مأزق. ولو انه احنا الحمد متى اوقات الذروة في الميناء تكون دائما؟ دائما تكون في قبل شهر رمضان، قبل الحج او بعد الاعياد. يعني مشكلة في الاجازات مع ان الميناء يعمل والجمارك والى اخره، ولكن يختفي الجميع خلال كل اجازة العيد 15 يوم 20 يوم يختفي. وطبعا الميناء لا يقف، الميناء التفريغ يومي سواء عيد او غير عيد، فيتراكم كم كبير. نجي بعد العيد الكل يبغى بضاعته، الكل مستعجل. دي بتكون بالنسبه لنا يعني برضو مشكله، ولكن بنحاول انه نضاعف طاقتنا عشان نخفف هذه. طيب استاذ ساهر، الان مساله التخصيص
نعم للموانئ في توجه المسألة هذه. تخصيص إذا كان مفهوم هو بيع التجهيزات أو تسليم التجهيزات هذا الكلام غير وارد. الموانئ تبقى مرفق استراتيجي للدولة، تبقى تحت يعني وين حيكون التخصيص يعني؟ التخصيص في انه احنا اسندنا كل الاعمال للقطاع الخاص في الخدمات يعني في الخدمات اسندت كلها للقطاع الخاص. هو الان من يفرغ، هو من يوم يجيب معده، هو الان من يصدر الفاتوره، هو الان من يستحصل الاجر، هو الان من يقوم بالصيانه، هو يقوم بكل شيء. انا دوري اشرافي الان. هل تعتبر الان الموانئ الموجوده عندنا في المملكه يعني في مختلف انواعها تعتبر هي في مواقع استراتيجيه، لا يعني أن هناك إمكانية لوجود موانئ جديدة؟ الموانئ الجديدة زي ما قلت لك التفكير موجود، يعني ضبا أنشئ من سنوات بسيطة جدا وهذا ميناء أضيف للموانئ السعودية ولا كان موجود. رأس الزور الآن ميناء أضيف، الليت الآن حسب الحاجة يعني، والآن تفكير لي طبعا يعني ليس من الجدوى إنشاء ميناء في كل مكان. يعني الميناء الغير يعني تجاري الغير مربح مكلف أصلاً. مكلف تكلفة إنشاء المواني تكلفة كما رأيت محطة صغيرة جدا تجاوزت سعرها 2.5 مليار، ودي على فكرة أنشئت بالكامل من قبل القطاع الخاص بالكامل على نظام البي او تي. طيب الآن نقل الأفراد، النقل البحري، هل هذا يعتبر شيء رقم مهم شيء تتعاملون معه ولا يعتبر شيء ضئيل؟ والله لا طبعا حسب ما قرأت من رقم أرقام يعني للأسف طبعا بعد حادثة السلام 98 صار في وهذه السفينة اللي غرقت بين ميناء ضبا وصفاجة صار في هلع وصار في يعني إحجام إحجام كبير جدا عن طلوع السفن وصار في إجراءات إضافية صعبت الموضوع أكثر وخروج بعض أصحاب السفن من الخط الملاحي نتيجة الإجراءات المشددة اللي وضعت بعد أحداث وخاصة يعني، فبالتالي هذا أدى إلى انخفاض أعداد، ولكن ما زال هناك ركاب، ما زال هناك حجاج، ولكن ليس بالعدد السابق وليس بطموحاتنا، ولكن احنا سبق يعني انتم كمينة تعتبروا هي الخدمة موجودة عندكم متوفرة، لكن مسألة تسويقها يمكن من قطاع خاص القطاع الخاص ما زال محجم عن هذا الموضوع بالرغم من التنسيق مع الغرفة التجارية والتنسيق مع مكاتب دراسات والى اخره، ولكن ما زال دخول المستثمر في قطاع الركاب ما زال ضعيف وما في رغبة يعني. طيب هل السفن اذا دخلت الان الموانئ هاي تعتبر اجنبيه تصنف ولهم جوازات لهم يعني تعتبر كشيء اجنبي يدخل بلد ولا كيف طريقتهم؟ طبعا هو كل سفينه ترفع علم الدوله اللي مسجله فيها وليس لها علاقه بالمالك على فكره. اسمع من بنما ونسمع يعني طبعا ليس لها، المالك دائما يسجل السفن حقته في الرسوم لي علاقة بموضوع الرسوم، لي علاقة بموضوع التأمين، لي علاقة بموضوع احتساب الأحجام حتى السفن، في عناصر كبيرة جدا تخليه هو في علاقة. مثلا يعني على سبيل المثال إذا كانت سفينة تحمل العلم الألماني مثلا يملكها ألماني ووضع عليها العلم الألماني كمثال، القانون الألماني ينص على أنه أي سفينة تحمل العلم الألماني يجب أن يكون قائدها وقياديها من الجنسية الألمانية كمثال مثلا يعني كمثال لدولة، فبالتالي ترتفع التكلفة عليه بشكل كبير جدا لأنه تكلفة الربان الأوروبي أو جدا. لكن إذا رفع علم بنما مثلا هناك عنده حرية في مرونة في التبطيل، فيستطيع أن يجيب ربان من أي جنسية أخرى وكفاءة وقادر بعداء العمل، ولكن بربع تكلفة الربان الأجنبي مثلا. لكن هل الأفراد اللي في السفن هذول يدخلوا البلد ولا ما يدخلوا؟ الأفراد طبعا هو في هناك نظام اسمه نظام نزول البحارة، السماح بالبحارة. يسمح للبحارة بتصريح من قبل الجوازات بالنزول والتسوق والتبضع ويسمح لهم ونظام يجيز لهم ذلك. أنت ربان سفينة سابق صح؟ نعم. ايش حياة البحر جوا؟ يعني ودنا نطلع شوي عشان نبغى نعرف البحر ايش المغري فيه؟ والله حياة بدون شك هي حياة يعني صعبة ومرهقة
وطويلة وطويلة. ولكن طبعا أنا يعني سافرت في بداية زي ما يقولوا شبابي، وكانت السفن تصل إلى 20 يوم في الرحلة، وبين هواء وجو وسماء وبحر فقط، فكانت بدون شك مرهقة، ولكنها يعني تدي صلابة أنا أعتقد للشخص اللي يتعامل مع البحر والسفن. زي رحلة الصحراء هي نفس البحر قريبة لها؟ أعتقد أكبر أكثر صعوبة. أكثر؟ نعم، لأنه ما يعني ما في وسائل عنده، إذا لا قدر الله غرقت السفينة كله مات. ما في هنا، قد يتوه قد، لكن هناك. وش أصعب شيء يكون في رحلة البحرية؟ يعني إيش المصاعب الدائمة؟ الجو. البحر نائم جدا إذا كان الجو طبيعي، بس مجرد ما ينقلب الجو يكون بالنسبة لي مزعج، يعني للبحارة ونفسيتهم والله يكرمك معدتهم، ويصبح في وضع صحي سيء يعني. طيب التجار وشركات التأمين مأمنين على البضائع ومأمنين على سفنهم طبعا، والأفراد قد يكون مؤمن لي لكن الخطر موجود، يعني قد يكون مؤمن لي لكن الخطر موجود بدون شك. وصل البحر صعب بدون شك، في صعوبة كبيرة. في صعوبة نعم. وفي مهارة طبعا ولا لا؟ بدون شك طبعا، مهارة قوية يعني. يعني بعض ما هي سفينة وهذا بحر. يعني لا طبعا، لا 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 لا، في 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 قوانين تخدم الحركة في البحر، زي بالضبط يعني زي قوانين المرور. في قانون في البحر اسمه قانون منع التصادم في البحار. هذا يجب أن تكون على علم به ويطبق هذا القانون، زي بالضبط زي قانون المرور. قد يكون مشاكل السفن اكتشف تسربات النفطية وإلى آخره، هذا جزء آخر شبهت مشاكل كثيرة. جزء آخر نعم. قبل ما أختم الحوار أستاذ سار، ميناء جدة الإسلامي هل يعني نقدر نقول أنه يعتبر في المستقبل قادر على استيعاب كل مستويات النمو الاقتصادي اللي موجودة في المملكة، اللي أصبحت الآن شبه ورشة عمل وفي طفرة اقتصادية؟ نعم، أؤكد لك ذلك، وأؤكد أن المجلس الإسلامي قادر، وإحنا الحمد لله إحنا الآن بتعد خطة ضخمة جدا ماستر بلان للمجلس الإسلامي، سوف تضع النقاط الحروف في كل الحاجة المستقبلية لفترات طويلة جدا. وإحنا على فكرة سبق أن عملنا خطة استراتيجية للميناء عن طريق شركات عالمية، وما زلنا نتابع تنفيذ هذه الخطط باستمرار، وأكد لك هذا الكلام. شكرا لك أستاذ ساهر موسى طحلاوي مدير ميناء جدة الإسلامي، شكرا لك. الله يسلمك أستاذ راشد. مشاهدينا الكرام أيضا شكرا لكم ولمتابعتكم من ميناء جدة الإسلامي، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية STC، حياة أسهل. مزايا عديدة، إنترنت واحد، أعمال نت، أدر أنت أعمالك ودعنا ندير إنترنت شركتك. لأن يديك تصنعان حاضرك ومستقبلك، تجتهدان، تعملان، تعطيان، تتاجران، ترتبطان، تحميان، تزرعان، وتجنيان. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. دين ودينار على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية الدوحة الإسلامية.